الشباك اهتزت في 13 موعدا بخمس مباريات، ولا يزال نعيجي قلب هجوم الأتليتيك هدافا بتسعة أهداف، متبوعا بكريم عريبي من الدفاع بثمانية في الشباك. اتحاد الجزائر لم يسافر بعيدا نحو ملعب إمام الياس، لكنه سافر وعاد بالزاد كاملا، وقع حامي الأول والثالث وبينهما البرنس إبرا، سجل سابع هدف له في البطولة، فيما لم يكفي هدف المطراني الأولمبي الباحث عن فوز بملعبه. وفي النهاية فك التقني حموش الارتباط بأولمبي التطري بلعنة ملعبه ومرتبته 13 ب12 نقطة. أما الاتحاد فأكد قوته الضاربة وسلطة المرتبة والصدارة بعتبة النقطة 26. مولودية الجزائر بعد سلسلة نتائج إيجابية دخلت مرحلة انتقالية، عنوانها التقني الجديد عادل عمروش. استقبلت شبيبة الصورة بعنوان المدرب نغيز المعاقب في مباراة افترق فيها الجمعان على نقطة واحدة بتعادل سلبي رغم فرص الشوط الثاني لرفقاء بن دبكة. تعادل عادل أبقى المولودية ثالثة الترتيب ب19 نقطة، ونسور الصحراء في خامسة المراتب ب16 نقطة. الشباب بملعبه بدون جمهوره استقبل الأهلي البرايجي في لقاء متعادل هدف لهدف بين بشو وملال، واحتجاجات لم تنتهي حول أداء الحكم في ضربتي الجزاء. ليواصل أبناء العقيبة البحث عن الانطلاقة الحقيقية بنقاط 7 بعد تداعيات الغياب في افتتاح البطولة، وليحقق أبناء البرج النقطة 12 والمرتبة 11. مولودية وهران قلبت الطاولة على دفاع تجنات في مباراة الأربعة أهداف، 3 لأشبال بلعطوي في ثاني امتحان له من توقيع بوشار ناجي وشيبان، وآخر في مزاد كريم عريبي المتألق. الحمراوة في المرتبة 16 ب16 نقطة، والدفاع في المرتبة 14 ب9 نقاط. الأتليتيك استقبل مولودية بجاية وفاز بثلاثية نظيفة في بلوغ رافعا حصده إلى النقطة 13 والمرتبة 10، مباراة وصل فيها نعيجي تسجيل ورفقاء ظهار الصيام عنه، ليبقى الموب ثامن الترتيب ب14 نقطة في انتظار قادم المباراة والأهداف والنقاط والجولات. قادم المباريات يتقدمها اللقاء الكبير بين اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل، وهو اللقاء الذي أحدث نوع من الضجة في الساعات القليلة الماضية بعد أن قررت الرابطة تأخيره إلى يوم الثلاثاء، وتصريحات من رئيس الفريق فريق